أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن ما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين. وأشار سموه إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى سموه بمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في مبنى الكابيتول بواشنطن. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات وبخاصة العسكري والدفاعي منها، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار الدولي.